مهما نراها بعيد شوقي لها بايزيد، من كثر حبي لها بنشد بأجمل نشيد، فيها الحلاوة الجمال يكسو التراث المجيد، والعلم فيها ازدهر منذ الزمان البعيد. أكيد يا سامعين هذا الجند بيت القصيد، تابعونا. ما لك ضابح؟ صلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم على يا أخي. حراف حراف، طيب شتي الحراف يروح. ركز بعيد، جيب لي نكتة بايخة وأنا أعرضها على 3 أشخاص، إذا ما ضحكوش هؤلاء 3 تستلم لنا 40,000 ريال. 40,000 لي؟ نعم. ودي لك نكتة بايخة؟ أيوة. وما حد يضحك؟ أنا أدي لك نكتة بايخة وأتحدى واحد يضحك. اسلم. قال لك واحد راح وما رجعش. أعزائي المشاهدين، فقرة جواز مع الأخ حميم على عبد الأحمد. طيب يا حميم، أنا أتحداك في حاجة على طول، إذا نفذتها الجائزة لك إن شاء الله. مستعد؟ مستعد على طول. ادي لي 3 نكتة بايخة. ادي لك نكتة بايخة. ونختار 3، إن ما ضحكوش من النكتة البايخة هذه أسلم لك الجائزة. ادي لك نكتة بايخة من المواقف حقي، يعني نكتة بايخة ما يضحكوش، يعني ما يضحكوش. ما يضحكوش، وإن ضحك واحد خسرت. طيب أنا بجيب لك موقف، هي يعني يعتبر زي من نكتة من مواقفي. مضحك؟ أيوة مضحك. مضحك انا ماشيش مضحك، لانه لو ضحكوا قريحه الجائزه علي. قريحه الجائزه؟ ايوه. يعني ما يضحكوش؟ دي نكته بايخه ما يضحكوش. ما يضحكوش نهائيا. أيوة. والجائزه بان الشله. ايوه اذا عرضها على هذا اعطي لك نكته على طول. ما هي؟ ها ما هي؟ لحظه. ايوه فكر. رحت مره للمفرق، ايوه، وبعدين حصلت واحد تأدينت منه موز، اليوم الثاني ما جبت له، اليوم الثالث ما جبت له، اليوم الرابع ما جبت له، اليوم الخامس قال لي يا اخي ها وينك وينك، بعدين كان في مدرسين وراءه وانا ما عرفت وش مركزه، قال له الاول تبدا يدرس، قال لي بالقراءه ما، قلت له انت انا تم تخرجنا سوا، لكن انت من يتخرج؟ قال انا تخرجت من المفرش اللي شريته من موز. طيب خلاص اختار واحد. معنا الاخ اسمه حميم. هذا حميم قلنا له يدي نكتة بايخة جبتوا له، نعرضها الموقف هذا البايخ نعرضها على 3 اشخاص، ان ما ضحكوش حتقعد لها الجائزة. وانت بصراحة هل النكتة مضحكة ولا ماشي؟ اسمعها. رحت مرة لعند واحد شليت منه موز، بعدين قلت له يا اخي، قال لي بعدين حصلني بعد شهرين وانا ما عاد ركزت وش عليه، كان في مدرس وراءه مدرسي، قلت له يا اخي انت بدرس هذا ولا بدرسون هم في القرعه؟ ما انا ما ركزتش عليه وركز علي. قال لي انا درست من عند انا درست عند المفراش اللي شليك منه الموز ما رجعش البياس. مش مضحك صح؟ انا مش مضحكه. اذا مبروك، هذا اول واحد تصفيقه. باقي واحد، باقي اثنين، باقي اثنين. الموقف يا اخي، رحت للمفرق شليت موز من واحد صاحبي، بعدين لا بعد شهر حصلته في المفرق، قلت له كان في مدرسين من اصحابي، قلت له انت بتدرس في الجامعه درست انت والاخ وين بيدرس؟ قال انا بدرس عند المفرش اللي شليت من الموز ما رجعش البياس. ما ضحكش؟ ما ضحك شلون؟ ما ما ضحك. ليش ما ضحك؟ مع انه مش نكته مضحكه. مش نكته مضحكه. اذا تصفيقه. هذا الثاني الاستاذ حميم قربه من الجائزه. انت عرف عليك؟ مازن. مازن، طيب اخ مازن، معنا الاخ الاستاذ حميم. الاستاذ حميم، الفقره الاخيره الان، قلنا له يدي موقف مضحك او نكته مضحكه، قصدي ما يضحكوش الناس، تمام؟ ان ضحكوا خسر، وان ما ضحكش الان هذه الفرصه الاخيره ممكن يستلم الجائزه. مستعدين؟ مستعدين. لو سمحت ممكن تسمعه؟ يلا تفضل. رحت لعبه فرق عند واحد صاحبي يبيع موز، بعدين شليته من موز ب 400 ريال مع 6 اشهر، وجيت بعد 3 اشهر قلت له كان في ورا مدرسين اصحابي، قلت لهم انا تخرجت انتم سواء تمام، لكن الاخر ما يتخرج معك ركز عليه، قال انا تخرجت من المفرش اللي شليته من الموز. قرعه الجائزه.
مضحك ليش مضحك ليش مضحك خلاص قد قلته ما تضحك تضحك مضحك هذا انا صدق ما بدا مش بقول لي جديد لكن انا صدق انه مضحك ما بيقول انا صدق انا اضحك من لك انت المثل يعني انا الذي كنت تجي في التلفزيون دائما بالضحك ايوه بس انا الشيء من هذا حقها انك لو سمحت اسمعها اسمعها من الثاني لو سمحت ولا تخرب عليها هذا هذا ما فيه شيء فهمه لو سمحت فهمه يا اخي رحت له مفرق ما وياه بعدين واحد يبيع موز تمام صاحبي اخذت منه ب 400 يا استاذ اسمع بس لا تضحك اخذت منه ب 400 ريال موز بعدين لا بعد 3 شهور التقيت له ما عاد سددتوش المبلغ بعد 3 شهور جيتو اعزائي المشاهدين كنا في فقرة اسمها ردة فعل في برنامج الكاميرا في الريف فالاستاذ حاميم هذا الاستاذ القدير كان معنا ضيف في هذا البرنامج وانت في كنت في مقلب الكاميرا الخفية وهذا صاحبنا وما فيش باسم المطلوب نكتة بايخة بنعرضها على 3 اشخاص اذا ضحكوا واحد من الثلاثة انت الجائزة 40,000 بتروح تمام جيب لي نكتة بايخة واحد قفز فلت مثل فوق 3 دور ما مش انا خايف اني تضحك شوية لانه قفز ما مش شوف حاجة اذا كذاب تضحك انت جيب ابيخ أبيخ يعني بايخة جدا 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 جائزة 40,000 ريال واحد بيزعم رجله لا وذا ما عارف لا يلا واحد طحس ما كسرش رجله واحد طحس ما كسرش رجله نبدأ نعرضها على 3 ما ضحكوش يستلم الجائزة عيسم معك هذا نكتة نعرضها عليك حضحك ولا لا هذا راجع لك ايش النكتة؟ واحد طحس ما كسر شكلي بس عجبتنا حقك الرد من النكتة مش بايخة ما عجبتش تعال يا استاذ ذيه ما رايك؟ استاذ بيجيب لك نكتة نشتي نشوف رد فعلك هل اضحك او ما اضحكش الامر تار متروك لك جيب النكتة واحد طحس ما كسر شكلي عادي بايخة يا جماعة باقي على الجائزة خطوة واحدة بس اجيب لك نكتة يعرضها علي وانت حر تضحك ما تضحكش ربنا يوفقك تعدينا الناصفة حتى انا جيب لها النكتة واحد طحس ما كسر شكلي حرب الرسة كله ايش فعل واحد طحس اقول لك ما كسر شكلي استاذ سمعت نكتة ثانية يا شباب لو سمحت لا استاذ تفضل يا عفوا ابدا شوي لازم احتمال انه سمع واحد اخر او كذا سؤال يعني الان عجيب النكتة ونشوف رد فعله واحد طحز ما كسر شيء مش عيب ما هو اللي أعزائنا المشاهدين كنا نتمنى أن يكون صاحب الجائزة ولكن المشكلة أني أعجبت اثنين لهم وانت جالس تضحك ايش اللي يعجبك في النكتة انا اشتي هذا ايش اللي يعجبك في النكتة ايش اللي يعجبك في النكتة انت في رمضان وين في نكتة هذا ايش من نكتة ايش من طلي هذا ليش بيضحك هذا في داخله حاجة الصباح حاجة مضحك اكيد
ما هو اللي مضحكك في النكته؟ حني بايخه حني بايخه. طيب يعني تضحك اني بايخه؟ ايوه عجبتك او ماشي؟ ايوه عجبتني كمل. اعزائنا المشاهدين كنتم جميعا ضيوف الكاميرا الخفيه وهذا من البرنامج وهذا من البرنامج. جيبك تبايخة؟ أيوة. حمار ركب سيارة. يلا يعني حل... إذا انتبه نختار واحد نختار واحد بالأمانة بس يكون معانا أمين. نعرضها على ثلاثة نعرضها على ثلاثة. تعال أنت. إذا شوف بالأمانة إذا هي مضحكة تضحك إذا مش مضحكة لا تضحكش. حمار ركب سيارة. ايش مضحك؟ حمار ركب سيارة طبيعي. طبيعي ليش مو طبيعي؟ ما في شيء يضحك. ها؟ ما في شيء انك تنضحك. يعني ما ضحكت؟ صاحبك؟ لا. صدق؟ والله ما اعرفه. هذا واحد. يلا سير هناك اللي بعده باقي لك اثنين. اعزائي المشاهدين باقي لي اثنين ويربح الجائزة الآن. مطلوب منا في مهمة. جاز الأول يعني انتهى من الأول دينا له نكتة وهي نكتة بايخة عرضها عليه ما ضحكش. هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية تركز عليك إذا ادالك النكتة وما ضحكش هيستلم الجائزة بعد الثالث. ادي لها النكتة. حمار ركب سيارة. حمار ركب سيارة. هذه مضحكة ولا مش مضحكة؟ لا ضحك. لا حظك حظه حظه. باقي له واحد واستلم الان الجائزه. نشوف انا نشوف واحد. الآن الأخ قلت لي من؟ أنس الأغبري. أنس الأغبري وصل للمرحلة الأخيرة قريب من الجائزة. إذا أعطيته النكتة وضحك قلحت عليك الجائزة. ما اديته النكتة وما ضحكش تهنى لك الجائزة. مستعدين؟ مستعدين. كيف كيف؟ أدي لك نكتة إذا ضحكت. أهم شيء النكتة يا عزيزي عجبتك اضحك. إذا عجبتك اضحك، ما عجبتكش لا اضحكش. كلهم ما ضحكوا. ايش باقي يعني؟ ها؟ النكتة هذا يضحك على رمل ديتي. حمار ركب سيارة. هذا يضحك على رمل ديتي. لحظة لحظة عفوا. عيد عيد من جديد. عفوا انا اسف. علي ما قال لي عدي هذا يضحك. ما تضحكش. انا شايف ما تضحكش. قلت ايش تقولوا انا مش هضحك. تعال 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 انا شكله يشرب مالك انت الحين. اضحك. طيب احنا احنا ندي له النكته يضحك. انا اسف. ما الرجال ما عادش يفوز. ها ما عادش يفوز. الاخ قريب من الجائزه. هذا انا اخبط. ها بارك والرجال كرعب كرعب له انا اقول لك لا تضحك. خلاص لو سمحت لو سمحت. هذا موقف موقف هذا. خلاص تعال تشارك انتو. تعال تعال تشارك انتو. لو سمحت لو سمحت يا صد انا اختار واحد ثاني. خليك انت انا خليك انا. حمار ركب سيارة. طيب اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدين كان معنا الاخ من؟ انس الاغبري. انس الاغبري انت كنت ضيف الكاميرا الخفيه وهو معنا في الطاقم.
قاعدين معنا عمي صالح، حياك الله عمي صالح. الله يحييك. ادي لك سؤال لغز شعري وقيمة السؤال 15,000. ما اعرف. ادي لك سؤال، السؤال بيقول لك بيضاء من غير علل مركوزة مثل الاسل، كأن عمر الفتاة النار فيها كالاجل، ما هي؟ ما اعرف يا بنينا، ما اعرف دارس عنا. ها؟ عنا انا ما فيش. ما فيش. هذا من الشمس بتستخدمه؟ ايوه. الشمس انا قد حرقتني. اها. اشتري لي مثله؟ اشتري لك مثله. شيء ليش اجي لك؟ الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الاخ من؟ امين محمد غالي. بيضاء من غير علل، مركوزة مثل الاسل، كأنها عمر الفتى النار فيها كالاجل. عيد عيد. مركوزة، لا، بيضاء من غير علل، مركوزة مثل الاسل، كأنها مثل الاسل، يعني شامخة. ها، كأنها عمر الفتى النار فيها كالأجل. أي شيء. أدي لك لغة شعري وأدي لك جائزة. ها. بيقول لك بيضاء من غير علل، مركوزة مثل الأسل، كأن عمر الفتى النار فيها كالأجل، ما هي؟ عيد عيد. بيضاء من غير عسل. نار فيها كالأجل. عيد العيد السؤال. بيضاء من غير علل، مركوزة مثل الأسل، كأن عمر الفتى النار فيها كالأجل. ما هو هذا الإجابة؟ الإجابة هذه النار. ليش تخلط؟ ناري 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 من جماله. يقول لك بيضاء من غير علل، مركوزة مثل الأسل، كأنها عمر الفتى النار فيها كالأجل. أي شيء؟ الله. أيوة. ها؟ عمرك ما؟ ها؟ ها؟ ليش كذا؟ ها؟ لا 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 لا. بيضاء من غير علل، مركوزة مثل الأسل، كأنها عمر الفتى النار فيها كالأجل. لا داري السؤال هذا. ها؟ يا أحمد. لا أنا اشتيك أنت. ها؟ 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 السرعة. السرعة. السرعة أعزائي المشاهدين والإجابة خاطئة. البيضاء غلط. بيضاء من غير علل، مركوزة مثل الأسل، كأنها عمر الفتى النار فيها كالأجل. ايش الابتسامة؟ النار. النار وإجابة خاطئة. فقرة ألغاز شعرية، مركز معي. مركز. بيضاء من غير علل، مركوزة مثل الأسل، فتى النار فيها كالأجل. الشمعة. 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 وإجابة صحيحة وتصفيقة. الله يبارك علي. وجائزتك 15,000 ريال مقدمة من قناة السعيدة. ركز معي، ادي لك سؤال ومعك وسيله المساعده، اما تتصل بصديق تساله وجاوب لك، او تستعين بواحد من هنا وتقاسموا الجائزه نصين. بيقول لك انت في غرفه. ايوه. الغرفه هذه ثلاثه ابواب. ايوه. اذا خرجت من الباب الاول على هاويه هتتدرب. فتحت الباب الثاني في واحد مع مسدس هيقتلك. الباب الثالث في هناك اسد ميت من الجوع، منين تخرج؟ اخرج من الباب اللي فيه بش اسد. ركز معي، شي تصل بواحد اتصلت له اتصل له وفي معك احد. الو. السلام عليكم. السلام. يا اخي الحبيب، احنا في مسابقة لقناة السعيدة ومعنا واحد متسابق، اشتي يستعين بك تتجاوب له بالحل. الله يبارك فيك. هو ذا الان بيسألك. اساله ما هو تشتي. ايش تشتي؟ تساعد معاه، تساعدنا الهل. بيقول لك هو محبوس في غرفه، والغرفه لها ثلاثه ابواب. ايوه. الباب الاول في هاويه، والباب الثاني في واحد عنده
مسدس اذا خرج حيقتله، والباب الثالث في هناك اسد ميت من الجوع، من اين يخرج؟ يخرج من الهاويه. ها؟ يخرج من الهاويه ويندق بروحه، لا يوقف. ايوه عيد عيد الاجابه لو سمحت اسكتوا، ايش؟ قلنا يخرج من الهاويه. من الهاويه. قال لك يخرج من الهاويه. طيب شكرا لك، يلا مع السلامه. قال لك صديقك تخرج من الهاوية. مركز؟ إذا أعزائي المشاهدين قال يخرج من الهاوية، شكل مظلات، شكله عيقفز، وأنا متأكد لا قفز. يرحم الله. إذا الإجابة خاطئة. فقرة ركز معي، مركز؟ إن شاء الله مركز ومع مباركة. سؤال الجميع إن شاء الله. أنت في غرفة فيها ثلاثة منافذ وأنت تشتي تخرج، الباب الأول في أسد ميت من الجوع، الباب الثاني هاوية يعني عطيح، باب الثالث في آدمي هكذا بالآلية السلاح اشتي، قلت لك من أنت تخرج؟ ما عادش أخرج إذا داخل أموت أحسن من الجوع. أموت داخل. السؤال هذا أسألك أنا. إيش تسألني؟ أسألك سؤال. إيش السؤال؟ هذا كم منهن؟ 10. لا هذا 11. يا جماعة الخير مشاهدينا الكرام، أولا كم؟ 10. إيه. ها؟ 10 أيوه، وهو يقول 11. إيه. كيف؟ يعني كم قاعد تديني وانا ادي لك 11؟ ادهن لي 11. ايه بدون ما ادي لك نشتي نسال الجمهور. طيب عاد بعدي. واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. عشر؟ ايه. الأولى كم كان قبلها؟ تسع. تسع. والأول الثانية؟ ثمان. والثالثة؟ سبع. والرابعة هذه؟ ست. زايدا خمسة؟ 11. كيف؟ أسكينا. أخرج من عند الباب اللي فيه المسدس. شوف معك وسيلة مساعدة، إما تستعين بواحد أو تتصل بواحد تسأله. يلا بستعين بهذا. منو؟ هذا. تعال 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 ماذا؟ تعال. ما تختار؟ أي باب؟ أي باب؟ أنا ما قاله. دورة ثانية ولا ترى الأول؟ خلاص كده هذا جواب نهائي؟ جواب نهائي؟ جواب نهائي. أعزائي المشاهدين، إذا كان لازم الخروج، إذا لازم الخروج هيخرج من عند الشخص اللي عنده مسدس، شكله عنده كراتية وذا وأشياء يقضي عليه. حصلنا على الإجابة، ما أدري إني صحيحة أو خاطئة. من الاخ يحيى بن يحيى وبكر اليافعي. اليافعي حياك الله، جالس في تعز ولا في؟ نعم انا جالس هنا. في تعز. حياك الله، واجابه للاسف خاطئه. في الهاويه الثالث. الباب الثالث يعني من عند الادمي اللي بالالي، صوره الادمي يشتي يموت ما فعله، نشوف واحد ثاني. طبعا انا بدي لك سؤال وفي جائزه. مو هي السؤال يقول لك ركزي معي، انت مركزه؟ مو هو انت في غرفه ايه؟ لها ثلاثه ابواب. ايوه. لو فتحت الباب الاول مطل على حيط هاويه، وفتحت الباب الثاني في واحد منتظرك بمسدس يشتي يقتلك، والباب الثالث في اسد ميت من الجوع، من انت تخرجي؟ من اي باب اخرج؟ من عند الاسد الاسد الميت. اخرج من عند الاسد الميت. ايوه. ها اخرج من عند الاسد الميت. ايوه. ميت ايش؟ الاسد الميت اخرج من عنده. في اسد ميت من الجوع. ايه اخرج من عنده. ليش؟ همني نجي. اخرج. لانه ميت من الجوع. قاو ميت من الجوع. ها؟ قاو ميت من الجوع، ماني اخرج من عنده. ميت من الجوع؟ ايه. واخرج من عنده. ميت؟ ايه. متأكد؟ واخرج من عنده. جنبها صورة يا شباب. متأكدة؟ متأكدة لأني خرج من عندها. قالت ما تخرج من عند الأسد الميت من الجوع. إيه. متأكدة؟ متأكدة. ما رأيكم يا جماعة؟ مش من عند الأسد. خلاص خلاص جاوبت جاوبت. جاوبت. المشكلة إني جاوبت الحق من؟ أمين دحين أحمد. العمة أمينة؟ إيه. أنتِ جاوبتي تخرجي من عند الأسد الميت من الجوع. إيه. إذن إجابة صحيحة وتستحق 15,000 ريال.
السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، من هنا من منطقة الجند بنسولف وندردش مع مواهب، مع شخصيات متنوعة. معنا اليوم في الجند الأخ عبد الإله عبد سيف. طيب طالب ولا إيش؟ طالب دبلوم تقني إن شاء الله. دبلوم تقني؟ أيوة. طيب الجند ما تمتاز؟ الجند والله تمتاز في موقعها الاستراتيجي والتاريخي معا. هل في ناس بارزين في هذا المنطقة يشار لهم بالبنان أو من سابق أو؟ أو من سابق معانا طاوس بن كيسان من علماء الإيمان، والفقيه ثابت مات قبل 5 سنين رحمه الله، كان من أبرز علماء تعز من الجند. من الجند. طيب بالنسبة لهذا، إحنا عندنا في منطقة مناطق ذمر يسموها الحوايجة، هذا ما يسموه عندكم؟ عندنا الفلفل. الفلفل؟ أيوة. أكلتوا فلفل فتفلفل أفهمي. طيب ما تسمعنا من أنا سمعت إنك بتقلد أصوات مذيعين. مذيعين اللي تشي ما نبدأ بواحد واحد الأول. في مذيعين بالجزيرة مذيع. نبدأ بالجزيرة. إيش اسم المذيع أول شيء؟ المذيع والله لا أذكر. إذا إحنا نعرفه والجمهور يعرفه إذا قلدت الصح. قتل 4 مسلحون في جنوب اليمن، وذلك اشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحي القاعدة. ومعنا مراسل من هناك حمدي البكاري. حمدي البكاري، كيف ترى الأوضاع هناك؟ نعم نعم، إن الأوضاع سيئة جدا، والقصف شديد على منطقة جعار وزنجبار، وقد قتل الكثير من مسلحون القاعدة، والآن الجيش اليمني يزحف لكي يحرر تلك المناطق ويفتح المنافذ لكي يبدأ الهجوم. طيب هل عفوا مذيع آخر؟ أيوة. طبعا أكبر مذيع هو بالجزيرة، معروف لدينا كلنا. اسمه أعتقد إيش اسمه المخرج؟ يقول لنا هذاك جميل عزل. أي جميل عزل. أما أنا من رام الله جميل العمري. عزمة اقتصادية شديدة في أمريكا. لدينا من هناك الكاتب والصحفي الأمريكي جون هوك. جون هوك، كيف ترى الأوضاع هناك؟ والله إنها أوضاع مأساوية كثيرة. مأساوية كثيرة، وستلجأ القوة الأمريكية إلى بيع الكثير من الأسلحة والمناطق النائية لكي تغطي عجزها من هذه الأزمة. العفي مذيعين. مذيعين طبعا السوداني. السوداني يا مغيسة غسنا. السوداني فوق الباص يسمعك والجمهور يسمع. انت يا جون ليش ماتي؟ ما تقود القارب إلى الشاطئ؟ كنا بنغرق يا أخي، ما تقدر الظروف أنت. أنت 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 يا زول ما تفهم أنت الكلام، أنت ما تفهم. هذا سوداني بس قد له في اليمن خيرات، قد نسي اللهجة. أنت قل لي تقليد الأصوات، أصوات الحيوانات مثل إيش؟ وقلد صوت الديك. يلا نبدأ بالديك. ايش حق طبعا بديك شرد ما ثلج. ايوه من الحيوانات. الحيوانات البقره. البقره هذا بقره سالك بالله، هذا حصان. اعزائنا المشاهدين، دردشنا دردشه بسيطه مع احد المواهب والجوتي، وجدناها في منطقه الجند.